بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن علماء وكالة ناسا يستخدمون التعبير النبوي. يقول أحد وكلاء ناسا يشرح عملية البرق، معنى هذا الكلام أن ضربة البرق تحدث على طرفة عين، وهذا ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ إن هذا الحديث يدل على صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.